أما بعد، رئيس الحفل المعقد وإخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع أهمية التوحيد. أيها الأحباء، إن عقيدة التوحيد وهي عبادة الله وحده. التوحيد هي أساس الإسلام وأساس الدين. التوحيد أول ما أمر الله جل وعلا به عباده. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التوحيد حق الله على عباده، وأول ما يسأل عنه العبد في قبره، وهو أول أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. أيها المستمعون والمستمعات، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علم الناس التوحيد منذ الصغر، فيقول لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. التوحيد هو الذي يوحد المسلمين كافة. أيها المسلمون والمسلمات، هل تدعون؟ ما التوحيد؟ ما التوحيد؟ الله ربي ليس رب سواه، الله خالقي ليس خالق سواه، الله مالكي ليس مالك سواه، الله مالك الملك يؤتي الملك ممن يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. أيها الأحباء، نحن نؤمن به. إلهنا إلهنا إله واحد ليس كمثله شيء. إلهنا هو الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهنا هو رب الخلاق الملك الرزاق. إلهنا خلق الإنسان في أحسن تقويم. إلهنا فاتر السماوات والأرض. إلهنا سخر الشمس والقمر. إلهنا جعل الظلمات والنور. لأنه نقول كل أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. يقول الله عز وجل لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فنسأل الله تعالى أن يجعل التوحيد آخر كلامنا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.